السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف نتوما؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو هذا غادي نهضر لكم على الرحلات ديال القطرية من مدريد الى الشرق الاوسط والى دول اسيا وجنوب شرق اسيا. علاش غادي نهضر لكم على هذه الامور؟ هذه حيت شفت بزاف ديال الناس كيبغيو يمشيو لاسيا، فيليبين مثلا ولا الشرق الاوسط، وما كاينش مثلا رحلات من كازا ولا كيجبروش الرحله. لهذا هذه واحد لوبسيون، واحد الاختيار تقدر تحملو، تجي من كازا مدريد ومدريد تمشي للدوحه ولا تمشي للبلاصه اللي ماشي لها مع القطريه للطيران. الحاجه اخرى اللي غادي نهضر لكم عليها هو القضيه ديال واش ندوز ما ندوزش من مطار مدريد، واش نخرج واش ما نخرجش، حاله الطوارئ. كاين واحد الاعلان هنايا سجلته وعملت لكم هنايا باش نهضروا عليه، ومن بعد غادي نعملوا سؤال جواب، نرد على التعليقات ديالكم اللي قدرت عليها وشني اخر وصافي. المهم الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه، شكرا بزاف، الله يعاونكم. بزاف ديال الناس كانوا كيسولوني من المغرب بان باغين يمشيو سواء للشرق الاوسط ولا لاسيا ولا جنوب شرق اسيا، وما كاينش الرحلات ديال الخطوط الملكيه المغربيه، يعني من المغرب نيشان لهاد الدول هذه اللي عايشين فيها ولا اللي خدامين فيها. كاين بعض الناس في اندونيسيا، كاين في الفلبين، وكاين واحد الاخ ولا اخت من بنغلاديش. المهم هذيك ديال بنغلاديش راه جا. المهم واحد الطريقه اخرى باش تسافروا من المغرب للشرق الاوسط ولا لجنوب شرق اسيا هو الناس عم تجيو من المغرب من كازا لمدريد، ومن مدريد تسافروا مع القطريه للطيران. انا غادي نخلي لكم بعض المطارات اللي كتمشي من مدريد من الاسيا والشرق الاوسط مع القطريه للطيران. هنايا كتشوف الرحله رقم 0442 من الدوحه لبغداد، يعني تقدر تعمل مدريد الدار البيضاء، مدريد مدريد الدوحه، الدوحه بغداد الا كان شي واحد في بغداد. الرحله الثانيه هي مع القطريه من مدريد للدوحه، الدوحه عفوا، ومن الدوحه لطهران العاصمه ديال ايران. وهاد الرحله الثالثه 632 هي من الدوحه الى اسلام اباد الى كان شي حد عايش تما. وهاد الرحله هذه من الدوحه الى اديلايدي، هذه واحد المطار في جنوب استراليا اللي باغي يمشي لاستراليا. وهذه الرحله من الدوحه الى سيدني عاصمه استراليا بالنسبه لشي حد الا كان باغي يمشي كذلك لاستراليا. هاد الرحلات هادو كاملين كنقول لكم يقدر يجي الواحد من كازابلانكا لمدريد الخطوط الملكيه المغربيه، ومن بعد هنايا يشبر القطريه للطيران وكيمشي مع القطريه حسن للدوحه، ومن الدوحه كيمشي للمطار اللي باغي يمشي ليه. بحال هنايا مثلا اللي قلت لكم الدوحه الى سيدني. وهذا المطار هذا في نيوزيلندا، رقم الرحله 898 في نيوزيلندا، كتمشي من مدريد للدوحه ومن الدوحه لنيوزيلندا. هذا المطار هذا في أستراليا بريزبن ايربورت، كتعمل مدريد الدوحة والدوحة بريزبن ايربورت في أستراليا. هذا المطار الدولي ديال الفلبين، اللي باغي يجي من الفلبين أو اللي يمشي من هنايا للفلبين. وهذا مطار مانيلا انترناشونال ايربورت ديال الفلبين، غنية عن التعريف كذلك بالنسبة للناس اللي باغيين يمشيو للفلبين ويجيو من الفلبين للمغرب. إذا قلنا اللي ما جبرش الرحلة مباشرة من المغرب من العراق، إيران، أستراليا، الفلبين، كذلك كوريا الجنوبية، يقدر يقطع من الدار البيضاء مدريد مع رويال إير ماروك، ومن هنايا من مدريد ياخذ الرحلة ديال القطرية للطيران الدوحة، ومن الدوحة غادي الديوان البلاصة اللي هو ماشي لينا المطار ديال دول جنوب شرق اسيا اولا ديال الشرق الاوسط. القطرية الصراحة عندها بزاف ديال لي كونيكسيون ترانزيت. انا عارف هاد المعلومة هادي يمكن ما كتهمش بزاف ديال الناس، ولكن كاين الناس وخا قلالين ويمكن راهو ما حاصلين تما وما ما كيجبروش الطريقة باش يمشي ولا باش يجي، والبعض منهم اصلا كيسولني هنايا ما عارفش الطريقه باش يخرج خصوصا من الفلبين. ودابا غادي نخليكم مع واحد الاعلان كيتكرر هنايا في المطار تقريبا كل 5 دقائق، موجه للناس اللي
باغيين يسافروا. الناس اللي خلاص اللي كيهضروا الاسبانيه راه غادي يفهموه، وغادي نحاول نشرح لكم بالعربيه شنو كيبغي يقول. Información importante. Limitaciones a la movilidad dictadas por las autoridades. Infórmate en infojoyarena.es. Los pasajeros en tránsito no están afectados. Important information. Travel restrictions imposed. إذن هذا الإعلان هذا كيذكر بأن احنا يرى في حجر صحي، والواحد قبل ما يخرج من الدار يستعلم ويشوف واش بإمكانه يخرج، واش بإمكانه يسافر ولا لا. ودابا غادي ندوزو لسؤال جواب. بنيس سلام سي بكالي، جي لو روتور دو فاس مارساي، جي في لونغوجيسترومون مي سور لا فوي دو مباركومون توت لي رونسينيومون مي با لو نوم ني لو كود بار. كيس كو ديال فو فير ميرسي. ما عرفتش مع من مسافر على حساب شركه الطيران، واش مع العربيه للطيران؟ الا قلتي مع العربيه راه ما راه با بروبليم، حتى تمشي للمطار للتيكين البوست ديال لونجستغومون ويعاودوا يعملوا لك فاكتوراسيون، يعملوا لك التيكين. ولكن الا قلتي مع ريانير لا، عافاك ديك الساعه وتقول لي مع من مسافر باش نعطيك لا قدرت النصيحه معوضه. كاتي زيزي سلام اخي، واش بصح كيطلبوا دا باب سافر في المطار ولا شنو؟ شكرا بزاف، ما فهمتي السؤال ديالك، والله عاود لي عافاك بشي تعاود لي السؤال بطريقه اخرى عافاك. عصام العلوي، بغيت نسولك وشكرا، عندي الجنسيه اسبانيول وخديت تيكي من كازابلانكا من فالنسيا، واش كيطلبوا في كازابلانكا المطار شهاده كوفيد وحتى في مطار فالنسيا الدخول وشكرا؟ لا لا عصام ما كيطلبوهاش. بالمغرب خصك تعمر غير واحد واحد الاستماره الدخول لاسبانيا، وخصك تريشارجيها في التليفون ديالك وكتجيبها بحال الكود بحال لاكارت دو مباركوم. دنيا سلام خاي، عافاك انا بغيت نمشي للمغرب من برشلونه للدار البيضاء، وعندي جوج ولاد، واحد عنده 5 سنين وثلاث سنين، اشنو طالبين؟ الا كان عندهم 5 سنين وثلاث سنين ما كيحتاجوش التست ديال البي سي ار، وانتيا هي كتحتاجي التست ديال البي سي ار وتعمر الاستماره باش تدخل للمغرب. هذا هو اللي كاين، العيال اللي قل من 11 عام ما كيحتاجوش التست، ولكن انتيا هي غتحتاج التست باش تدخل للمغرب. عبد الله خويا، انا بغيت نمشي للمغرب، ساكن في بويبلو سميتو الكوي ما بين اليكانتي وفالنسيا، بيرو ما عرفتش فين نقطع، اش من موقع؟ واش ضروري شي خوستيفيكانتي باش تمشي ولا شنو؟ الله يسهل عليك. شوف اخي عبدل على حسب البلاصه ديالك، واش عندكم الكونفينامينتو ولا لا؟ الا كان عندكم الكونفينامينتو زعما انا كننصحك بحال اللي نصحت الاخوان كاملين، احسن يكون عندك شي خوستيفيكانتي، لان يقدر وخر دابا ما يقول لك والو، راه يمكن ياخذوا الداتو ديالك في المطار، الداتو ديالك في المطار، ومن بعد يسردوا لك شي برا ولا شي حاجه. ولا ما كانش عندك الكونفينامينتو في البلاصه ديالك، راه ما كتحتاجش حتى شي خوستيفيكانتي. بالنسبه للموقع اللي تقطع فيه البيي، راه كاينه العربيه للطيران وكاينه ريانير، وانت شوف شكون اللي كيجيك قريب. كنظن المطار ديال مالاغا غادي يجيك احسن، مالاغا كتمشي للدار البيضاء وكتمشي لمراكش، ما قلتليش بالضبط فين ماشي، و يعني المدينه ديالك في المغرب باش نقدر نقول لك المطار اللي شمن شركه الطياره اللي كتمشي له والمطار اللي قريب لك. الا عطيتيني معلومات اكثر نقدر نعاونك اكثر. حنان السلام عليكم، انا كنت مقطع نهار 1 نوفمبر من الرباط لمدريد، ملي وصلت 10 للسفر الغواه فاجلته وخفت يعاود نفس الشيء، وانا محتاج نمشي هذا الشيء، واش كونفيرمي؟ مشكور. اختي حنان مع من مسافره؟ ما عرفتش شركه الطيران اللي مسافره معاها بعدا باش نقدر نقول لك شي حاجه. بالنسبه للريانير ما عندهاش الفول نهار 10، عرفتي مع من مسافره؟ عافاك خصك تحاول تعطيوني المعلومات كافيه باش نعرف نقلبكم ونعطيكم الجواب اللي يكون كذلك كافي.
خويا ما قلتيش متى يبداو بطوات من الخزيرات والمغرب، الناس اللي بغاو يسافروا، وحيت ما عندي شي معلومات مؤكده ولا شي حاجه صحيحه، ولهذا ما نقدرش نقول لكم شي معلومه ما ماشي مؤكده. الا كانت شي حاجه ان شاء الله نهضروا عليها هنا. ريان، السلام عليكم، عافاك جاوبني، انا عندي الطياره نهار 13 في هذا الشهر، برشلونه نادور وسدين لينا في المدينه، عافاك شنو ندير؟ خير ريان، عيط للمطار، عيط للمطار اللي غادي تسافر منه، يعني عيط من برشلونه. اينا www.aina aena.es، دخلنا هذا الموقع هذا وخرج النمره ديال المطار ديال برشلون وعيط لهم وشوفهم شنو غادي يقولوا لك. هذه هي النصيحه اللي نعطيك، وهذا الشيء اللي غندير انا الا كنت انا في بلاصتك. السلام عليكم، انا عندي رحله نهار 21 في هذا الشهر، وبغيت ندير التحاليل، وبغيت نعرف الا كان شي تغيير في الرحله، امتى كتعلم الشركه على حساب باش ندير التحاليل، الوقت اللي يقولوا لي، شكرا، كنتمنى تجاوبني ضروري. وخصك تقول لي بعدا مع من مسافر، عشان من شركه مسافر، ولكن واخا هيداك يا راني الشركه ما كتقولكش ماشي بالضبط، يعني ما كاينش واحد الوقت باش كتعلمك فيه بان تلغات الرحله، ولكن الا بقات لك 3 ايام الرحله وباقي ما قالوا لك والو، يعني راه الرحله كتكون باقا مأكده. الا قلت ليش من شركه بعدا نخلي لك غير التليفون ولا شي طريقه باش تتواصل معاهم تعرف الرحله واش عاد تلغى ولا لا. وحاجه اخرى مهمه، الناس اللي عندهم الرحلات الجويه من فوق 11 نوفمبر، يعني دابا خصنا نستناو المغرب حتى نشوفوا المغرب واش غادي يقول على الحاله ديال الطوارئ، واش غادي يمد، واش شنو غادي يعمل، 100% غادي يمدد حاله الطوارئ، ولكن الرحلات اللي من فوق 10 فوق فهاد الساعه هذه يعني ماشي مؤكدين 100%، لان ديك النهار راه حنا شفنا راه يعني عملت الرحلات العربيه، زادت الرحلات رويال اير ماروك باقي كتعمل الرحلات، ولكن راه هادشي هذا كامل دابا مرتبط كذلك بالمغرب شنو غادي يعمل من 10 فوق في شهر نوفمبر. سميرة طنجي، السلام ولدي، انا متابعينك وشكرا على جميع المعلومات، مفيده بزاف، تقدر كنكتب لك وما جاوبتينيش ما عرفتش. المهم انا ماما مريضه، خصهم يسردوا لي شهاده طبيه في ايميل نبريميها ولا كيفاش؟ انا في اشبيليه، خصني ناخذ طياره مالاغا. شكرا، الله يحفظك الوالدين. شوف انا كنت كنهضر على المطار ديال مدريد، لان مدريد يعني في الكونفينامينتو، هنايا الناس ملي كيكونوا مسافرين كيسولوهم البوليس وكيقولوا لهم يعني تو سابيتي، انا عارف بان راحنا في كونفينامينتو ممنوع تخرج، ولكن كيخليو الناس تسافر، وملي كيبغي شي واحد يجبد شي خوستيفيكانتي ولا شي حاجه كيقولوا له ديسبوس سي بوندران ان كونتاكتو كونتيغو مش كومبانيروش، يعني الانسان ملي يكون دابا يسافر حسن يكون عنده شي خوستيفيكانتي، وخا ما تحتاجو شي دابا باش اذا من بعد تعرضوا لك شي برا ديال شي مولتا ولا شي حاجه يكون عندك الخوستيفيكانتي ديال النهار اللي سافرتي فيه. هذه هي الفكره ديالي على سميره. سلام، هذا جمال الدين، سلام خايبه قالي، الله يخليك، جاوبني، انا ساكن في بلباو، عندي واحد الفويلو من مدريد مع لارام يعني رويال اير ماروك، ولا دات اذا يبولتا من 17 نوفمبر رو دي ديسمبر، بغيت نمشي نقضي غارات ديالي وندير الحاله مدنيه لبنتي. الله يلا تزادت عندي، قلت المدام ديالي تصيفط ليا الدوكومنتوس ديال البنيته بحال البابيل ديال ناسيمنتو دي ديالها ديال الكلينيك باش ينفعني في المشي، وخايف تمن الرجوع حيت كاينين اللي كيقولوا ليا كاع تمشي غتحصل في المغرب، عندي انفورمي معايا من اسبانيا بلي مريض وكناخد الدواء وعندي ديسكاباسيتي، انا كنستنى 11 في 11 نشوف اش غادي يقول المغرب، حيت اذا بالبيش
اللي جاي من بلباو كيوصلك حتى لمدريد. خاي جمال الدين راك تبارك الله عليك، راك حادي حوايجك وهادشي اللي كتقول كامل راه مزيان. الا كنت انا في بلاصه ديالك وعندي نفس الحاله اللي عندك، هادو هما الاحتياطات اللي غادي نعمل. غادي نطلب الورقه ديال الناسيناميتو ديال الكلينيكا، وغادي يعني ناخد من هنايا المسائل ديالي. ولا استنيتي حتى 11 في نوفمبر، راه هو هذاك، راك تبارك الله عليك متبع الامور كيفاش ماشيه حتى 11 نوفمبر باش تشوف المغرب واش غادي شنو غادي يدير في القضيه ديال الطوارئ وهذا حرس الطوارئ. والله يسر الامور، ما محتاجش نجاوبك حيت انت سولتيني وجاوبتي راسك وتبارك الله عليك، راك حادي الامور ديالك. هذا الشيء اللي كاين، الله يسر لك الامور اخي جمال الدين. واش صحيح ولا التحاليل بي سي ار في مطار مارسيليا؟ وشكرا. انا قريت بان التست في مطار مارسيليا هو فولونتير، يعني ماشي ضروري. المهم انا نخليك العنوان ديال الارتيكل اللي قريت، ولكن ماشي متاكد حيت ما سافرت من تما، وفي الصراحه ما كنعرفش شي كونتاكت تماك في مارسي. اذا كان شي حد سافر من تما او لا دخل مارسي عافاك يعطينا معلومات على هذا الشيء هذا. شكرا بزاف. المعلومات اللي عندي هي هذه، داكشي اللي خرج في الجرائد واللي شافوه الناس كاملين، وكذلك شفت في الموقع ديال الايروبور ديال مارسي. ولكن بحال اللي قلت لك ما مأكدتش مزيان حيت ما كنعرف حتى شي حد في مارسي في المطار، ويعني ما صاف وما كنعرفش شي حد سافر من تما. ولهذا من هذا الموقع هذاك عافاك الا كان شي حد سافر من تما ولا دخل مارسي ياكد لنا هذا الخبر هذا. شكرا بزاف. كوثر العلاوي، متى نقدروا نخرجوا السياحه؟ ايوا اختي كوثر، هذا هو السؤال اللي ما عندناش الجواب ديالو. هادشي هذا ملي تقرر الحكومه المغربيه غادي يقولوا لنا امتى نقدروا نخرجوا السياحه. للاسف الشديد الناس اللي في المغرب باقيين ما كيقدروش يخرجوا. جلال، سلام خويا البقالي، واش هاد القوانين ديال بي سي ار فرنسا حتى على اللي عندهم ترانزيت في فرنسا، ولا غير اللي غادي يخرجوا من مطار اللي سكنوا في فرنسا؟ خاي جلال، اول حاجه هاد البروسيدير هادي عملها غير العربيه، ما عملناش شي شركات اخرين. ثاني حاجه ما كنظنش وكنسطر عليها، ما كنظنش بالنسبه لي باساجي ترانزيت. علاش؟ حيت هنايا في مدريد مطار مدريد براخاص، كاين بعض القوانين كتطبق على لي باساجي اللي كيدخرجوا هنايا، ولكن ما كتطبقش على الترانزيت. بحال القضيه ديال الحجر الصحي، الناس اللي كيخرجوا من هنايا راهم كيعلموهم وكيقول لهم راك عارف وفين غادي وهذا، ولكن الترانزيت راه في الاعلام كيقول لك هذه القوانين لا تجري على الناس الترانزيت. ولكن اخي جلال سول، عيط للشركه اللي مسافر معاها وسولها. وراه كنعاود لك مره اخرى بان هذا القانون ديال بي سي ار اللي غادي يطبقوا في المغرب هي العربيه فقط في هذه الساعه اللي كنعمل فيها الفيديو. يمكن من بعد يتبعوها شركات اخرين او يولي قانون يعني كيعملوا كلش، ولكن في هذه الساعه هذه كتعملوا غير العربيه فقط.